حبيب أستاذ طلحة، كيف تنظرون إلى هذا الحدث اليوم، الإعلان السياسي الذي تم والاتفاق الجديد؟ أنا أنظر إليه من زاويتين في الواقع، ولنكن واقعيين ومنطقيين. الزاوية الأولى وهي أنه هذا الإعلان السياسي أضفى شرعية على الانقلاب الذي قام به عبد الفتاح البرهان. الجانب الآخر في مسألة حقن دماء الشباب والمتظاهرين، أنه كان هذا هو الدافع كما جاء في حديث عبد الله حمدوك، يعني هذه أيضا حجة صحيح لها اعتبارها، لأنه لا يمكن أن تستمر هذه المجازر إلى ما لا نهاية. ولكن لنرجع الأشياء إلى أصولها الأساسية، لماذا قام أساسا البرهان بهذا الانقلاب؟ حتى لا نعود، أنت كمواطن سوداني أستاذ طلحة الآن تؤيد هذا الإعلان السياسي؟ أنا أتحفظ عليه تماما ولا أؤيده، وأعتقد بأنه هي محاولة لإطفاء شرعية، وأعتقد هذا الموقف أيضا الذي وقفه تجمع المهنيين هي محاولة لإطفاء شرعية على عملية انقلابية. لكن تجمع المهنيين يا أستاذ طلحة كان سقفه عاليا جدا، وصل إلى مرحلة التخوين. عفوا، لم استمع الى السؤال جيدا. اقول تجمع المهنيين كان موقفه عالي السقف، وصل الى حد تخوين عبد الله حمدوك. لا، انا لا اذهب الى هذا الحد بكل صراحه كمواطن. الان سالتني كمواطن، فانا لا اذهب الى هذا الحد، ولكن اقول بانه هو اطفاء شرعيه على انقلاب عسكري. لا نعرف بصراحه، هناك من غير الإعلان السياسي هناك تفاهمات واتفاقات. ما هي طبيعة هذه التفاهمات؟ ما هي طبيعة هذه الاتفاقات؟ ما هي طبيعة ما جرى بين عبد الله حمدوك من جهة، وما بين المكون العسكري ورئيسه عبد الفتاح البرهان؟ ابقى مع أستاذ طلحة لو تكرم. دكتور عبد محمد، إذن الإعلان اليوم يحقن دماء السودانيين، دماء الشباب، وهذه إشارة على فكرة كانت كما قال أستاذ طلحة بخطاب وبكلام عبد الله حمدوك، يعني أنه الشباب قادر أن يصمد في الشارع لكن نريد أن نحقن دماء، كأنه أيضا فيها نوع من التهديد، يعني هيك الناعم. الأستاذ طلحة يقول لك نعم، هذا الإعلان يحقن الدماء لكنه يضفي الشرعية على الانقلاب كما يعتبره الأستاذ طلحة. يعني أنا أحيي الأستاذ طلحة من هنا من هذا المنبر، لكن أنا أختلف معه في الحقيقة في أصالة، يعني في توصيفه كانقلاب. الانقلاب يعني مواصفاته معروفة، ونحن في السودان أعرف الناس بالانقلابات، فنحن نسميه تصحيح مسار، نسميه إجراءات استثنائية. البرهان خطابه كان واضحا جدا بعد الانقلاب، خطاب متوازن، خطاب فيه وعود واضحة جدا، وهي الآن يعني بتتنزل هذه الوعود، ونحن كنا واضحين أيضا في موقفنا. نحن مع هذه الإجراءات الاستثنائية التي الحقيقة أوقفت شر كبير جدا جدا الحقيقة على السودان، أوقفت يعني انقسام سياسي واضح، أوقفت انسداد أفق سياسي، أوقفت تشرذم، أوقفت للأسف الشديد متعاطي السياسة في السودان لا يستفيدون من الدروس ولا من التاريخ ولا من المواقف. للأسف الشديد هكذا دائما متعاطي السياسة في السودان والأحزاب السياسية السودانية للأسف الشديد. فأنا أتصور أن هذا الإجراء كان ضروريا، بل بالمناسبة قطاع ضخم جدا من الشعب السوداني كان ينتظر هذا الإجراء، والحمد لله رب العالمين. البعض حتى كان يدعو لانقلاب عسكري كامل الدسم. نحن لسنا مع هذا، لسنا مع حكم العساكر، لسنا مع أن يستمر العساكر في الحكم، لكن كان هذا إجراء مهما جدا وضروريا جدا. فأنا أختلف معه في تسميته انقلابا ابتداء. يعني ثانيا، أنا معه تماما أن في هذه الإجراءات، كل الإجراءات يعني قطعا فيها الخير وفيها الشر،
ما في شك، لكن خيرها يغلب شرها، وهذه إجراءات كان ينتظرها الناس. تجمع المهنيين الحقيقة سقفه الآن مش أصبح عاليا، تجمع المهنيين أخشى أن يخرج من المعادلة بالكامل. تجمع المهنيين يتكلم حتى على 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 أن يرفع الجيش يده بالكامل حتى في المرحلة الانتقالية، وهذا كلام، هذا كلام يخرجهم الحقيقة من المعادلة. طيب خليني